الدفء والرفع السمو، فمرحبا بكم جميعا بيننا مناضلاتنا ومناضلين الأوفياء. ها نحن نلتقي اليوم في محطة نضالية نوعية داخل مصالح حزبنا في لحظة تاريخية هامة على درب بنائنا لحزب ديمقراطي حداثي متأصل حاملا لآمال المغاربة وطموحات مواطناتنا ومواطنينا في التقدم والازدهار وفي تحقيق التنمية الشاملة تعلي راية هذا الوطن داخل الأمة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إن انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لحزبنا في موعده المحدد يعد بحق ثمرة مجهود نضالات كل الباميين والباميات الذين عقدوا العزم على مواصلة العمل الحزبي. تحيات الشعب الفلسطيني الصامد وقيادته الصابرة من القدس المحتلة وغزة هاشم الصابرة التي تعاني من الإبادة الجماعية ومن عموم فلسطين. أيها الحضور الكريم، نهنئكم على عقد مؤتمركم الذي يدل على أن الحياة السياسية والحزبية المغربية تسير في الطريق الصحيح، وأن الديمقراطية المغربية متميزة وتعتبر قدوة لنا في عالمنا العربي والإسلامي. نعم، أنتم قدوة في قوة الأحزاب وفي هذه الحياة الديمقراطية الغنية، وذلك من خلال ترسيخ المشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي طبقاً للوثيقة المرجعية الفكرية والسياسية لحزبكم العتيق. ونود الإشادة من خلالكم بالديمقراطية المغربية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وانفتاحها على المحيط الإقليمي والدولي وتحسين موقع المملكة المغربية على الصعيد الدولي ودعماً للشعوب المضطهدة والمستعمرة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في بناء دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف. شكراً إخوان على حضوركم معنا. الحزب كان ضمن المؤتمر الخامس ديالو 15 سنة منذ تأسيس الحزب، وهذا كيبين مرة أخرى على الصحة التنظيمية داخل حزب الأسرى والمعاصرة. مهما النقاش وكاع ما تكتبونه انتم كصحافه على حزب الاسرى والمعاصره الا وكيتبين بان الحمد لله تنظيميا نحن بصحه جيده. هذا لا يعني بان الامور كلها يعني ايجابيه، هناك انتظارات كبرى من طرف اولا المناضلات والمناضلين وبالطبع من طرف المغاربه والمواطنات والمواطنين. عندنا تحديات كبرى في هذا المؤتمر. التحدي الاول هو تحدي سياسي، ورقه سياسيه اللي غتحاول تجاوب مع اشكاليات المغاربه ويكون هناك تبسيط حتى للمفاهيم السياسيه ديال داخل الاسرى والمعاصره. والنقطه الثانيه، لما نتكلم على ورقه سياسيه قويه لابد ان يكون هناك تنظيم قوي، وحتى الطريقه ديال تكوين مغايره تكون اقرب للمناضلات والمناضلين واقرب للمواطنات والمواطنين، لان التنظيم القوي والعمل المشترك هو اللي غيخلينا نقربوا المغاربه، وهذا هو التحديات او التحدي اللي بغينا نقودوا ان شاء الله. مؤتمر اليوم طبيعي وعادي وضروري انه خصو يجاوب على واحد المجموعه ديال الاسئله اللي تروح داخل حزب الاصاله والمعاصره، داخل المجتمع السياسي. حزب الاصاله والمعاصره الان خصو يخرج مؤتمر ناجح، ماشي من خلال الحضور، ماشي يخرج ناجح من خلال يعني المخرجات ديال القياده. الان المؤتمر ديال الاصاله والمعاصره الخامس خصو يخرج يعني باوراق
تصور قيادة برنامج. اليوم خصنا المؤتمرات والمؤتمرين يناقشوا المستجدات اللي مطروحة في الساحة السياسية، يناقشوا الرسالة الملكية اللي تتكلم على تخليق الحياة السياسية، يناقشوا ما يقع في المواقع وفي الشارع حول انتقادات وعدم الثقة ديال المغاربة في المشهد السياسي في الأحزاب السياسية. الآن خصنا نهيئوا أجوبة، الآن خصنا نقولوا إذا كنا غنكونوا قيمة مضافة وغنساهموا إلى باقي الأحزاب تغيير المشهد السياسي أهلا وسهلا، إذا كنا غنكونوا غير رغب بحال الأرقام اللي كاينة خصنا نعيدوا النظر بذاتنا ونعيدوا النظر يعني في التصورات ديالنا ونحاولوا نفكروا ما هو أحسن، لأن البلاد تطور، المجتمع تطور، كاين تغيرات كبيرة، كاين مستجدات، حيث الأصل والمعاصرة خصو الآن يجاوب على جزء كبير من هذه الأسئلة اللي مطروحة في الشارع، وخصنا نعطيو الأمل، نعطيو الأمل للمواطنين، نعطيو الثقة للمواطنين، والثقة باش يثقوا بنا المغاربة، خصنا ما نديروش نفس الوجوه اللي كاينة دائما، خصنا لابد نغيرو، خصنا لابد نساهمو في التغيير، لابد يعني من نجيبو التصور يعني من إخراج خالص ديال المناضلين والمناضلين ديال حزب الأصالة والمعاصرة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.